اسلام جابر بيقتل احلام الزمالك وبيهدي الفوز لغزل المحله علشان يخلينا في الصداره على المحك، وداخلين على مباريات صعبه ولكن برضه باتشيكو بدايه غريبه ومعرفش يصلح اخطائه. هنتكلم في كل حاجه النهارده عن مباراه الزمالك وغزل المحله. بس طالما الحلقه دي وصلت لك انزل اعمل لايك، واول مره تشوفني انزل اعمل اشتراك على الجرس عشان يجيلك كل جديد، عشان نوصل 5000 مشترك قبل نهايه 2021. يلا بينا نخش في الحلقه. حطني رقم واحد في القصير. باتشيكو النهارده بدا بنفس تشكيل الماتش اللي فات، ولكن التشكيل اللي انت بداته النهارده، يعني انت المباراه بدات ضد اسوان، انت عارف ان الفرق الصغيره هتنزل قدامك، او مش الفرق الصغيره عشان غزل المحله مش من الفريق الصغيرين، او الفرق اللي ما عندناش امكانيات هجوميه كبيره او مش تعرف تجاريك في مجريات اللقاء، هتلاقي داخل المباراه مستحوذ او داخل المباراه متراجع لورا وقفل الملعب تماما ومضايق المساحات تماما علشان ما تدلكش فرصه ان انت توصل لمرماهم. وده المحله اللي عمله، ده اللي خالد عيد عمله. واللي انت الناحيه الثانيه الزمالك كان داخل المباراه تفكيره انه عايز يستحوذ، نلعب بيلعب بثلاثي نص ملعب امام عاشور وطارق حامد امام وفرجاني ساسي، والثلاثي نص ملعب عايز يستحوذ على الكوره، عايز الكوره تبقى معاه اكتر وقت في المباراه، واللي الكوره تبقى معاه اكتر وقت في المباراه مش عارف توصل لمرمى المحله. ده اريحيه لخالد عيد ان هو مش عارف يوصلك لمرماه، خلاص انا كده مستريح، افضل مستحوذ بالكوره، خد الكوره وانت مروح بيتكم بس ما تجيبش فيها جول. هو ده اللي كان بيعمله خالد عيد، وده اللي كان الزمالك خلاه الشوط الاول مش عارف يوصل لمرمى غزل المحله كتير، لان الزمالك ده اللي خلى الزمالك الشوط الاول مش قادر يوصل لمرمى المحله وما قدرش يوصل لمرمى كتير، وما كانش فيه فرص حقيقيه او فرص تقول للزمالك ضيع كور او ضيع اجوان، غير اللي هي شوطات من بره المنطقه او شوطات من بعيد كانت بتيجي بجوار القائم، ما كانش بتيجي حتى جوه الثلاث خشبات. وده كنا مستنيين من باتشيكو في السلم، ان انت شايف فريق قدامك بتكتل جدا دفاعيا، قافل جدا المساحات، معاني الدفاع كومباكت مش مخليك توصل لمرماه، مضايق جدا جدا جدا، مش مخليك تلعب ما بين الخطوط، مش مديك الاريحيه. كان قدامك مفيش غير حل واحد، وكمان اللي انت كنت شايفه اكتر بعيدا عن غزل المحله، ارضيه الملعب مش مساعداك، ارضيه الملعب مش مساعداك، فانت كنت محتاج ان انت تنزل اسامه فيصل لاعب مهاجم جوه الصندوق تقدر تلعب عليه، تقدر تديله كرات طويله، تقدر تبص له جوه منطقه الجزاء، ولكن باتشيكو فضل مخلي اسامه فيصل جنبه على الدكه لحد دقيقه 65 تقريبا او دقيقه 70. لماذا؟ مش فاهم. في ظل برضه ان الشوط الثاني دخلت المباراه مش عارف توصل لمرمى غزل المحله، ليه؟ لان انت بتلعب بثلاثي في نص الملعب، لان انت معتمد ان انت عايز تلعب استحواذ، معتمد ان اوباما بيخرج بره منطقه الجزاء علشان زيزو بنشاري يخش منطقه الجزاء، وزيزو بنشاري لو دخل جوه منطقه الجزاء هينعزله تماما عن فريق الزمالك، علشان كده الوينجات ما كانتش بتخش لجوه، واوباما كان بيخرج لبره منطقه الجزاء كتير، وبكده ما بقاش فيه لاعب للزمالك جوه منطقه الجزاء غزل المحله، ادى ان الزمالك مش عارف يوصل لمرمى غزل المحله. فانت ليه بتلعب كده؟ ليه الشكل ده؟ انا مش عارف. انت شفت فريق اللي قدامك متكتل دفاعيا مش هيوصلك لمرماه، ليه بتفضل معتمد على نفس التشكيله اللي انت بتلعب استحواذ؟ الاستحواذ مش هيفيدك، مش هيفيدك قدام فرقه متكتله دفاعيا، مش هيفيدك. المباراه الجايه هتلعب الاتحاد السكندري، الاتحاد السكندري مش هيفضل مدافع، الاتحاد السكندري هيهاجم، فتلاقي مساحات في ضربه، هتلاقي في سرعات، هتلاقي اهداف، هتلاقي مكسب. ولكن النهارده هتلاقي تكتل دفاع اهو. الزمالك لعب او تعادل السنه دي، او تعادل مباراه ضد بيراميدز، وتعادل مباراه ضد اسوان، وخسر من محله. ماتش اسوان وماتش محله شبه بعض كتير جدا. الزمالك السنه اللي فاتت اللي ضيع الدوري من ايده واللي خلاه ما يقدرش يستحوذ على بطوله الدوري هو الفرق الصغيره. ان انت بتتعادل وبتخسر قدام الفرق الصغيره ده ما كانش مطلوب. اللي انت كل الصعب قابلته في الاول، كل الصعب قابلته في الاول، خلاص قابلت المصري، قابلت سموحه، قابلت المقاولين، قابلت بيراميدز، قابلت طلاع الجيش، الجونه، قابلت كل الفرق اللي ممكن تهاجمك، اللي ممكن تقرفك في المباراه، وقدرت تتغلب عليهم وقدرت تفوز عليهم. اسوان تعبك، غزل المحله تعبك، سقطت نقط قدام اسوان، سقطت نقط قدام غزل المحله. المباريات الجايه مش ما ينفعش تسقط نقط، حتى التغييرات بتاعتك بتبقى متاخره قوي، مطلع لعيبه بره القايمه، ليه؟ مش فاهم. انت جبت صفقتين، جبت اثنين مهاجمين مروان حمدي وسيد الجزيري، ليه تطلعهم بره السكور؟ الاثنين كانوا بيلعبوا مع مقصه ومع مقاولين كل مباراه، فالاثنين جايين لك جاهزين اوريدي، ليه تطلعهم بره السكور؟ ليه تخش مباراه زي مباراه غزل المحله وانت حاطط في قايمه بتاعه المباراه 10 مدافعين؟ 10 مدافعين، لماذا 10 مدافعين؟ حتى تغييرات النهارده انا ما عجبتنيش تغييراتهم.
اللي هو نزل اسامه فيصل بدل حازم امام ورجع امام عاشور او رجع زيزو باك رايت ولعب امام عاشور وينجو ووقف فيه لخبطه كتير. وبعد كده راح مخرج اوباما وراح نزل تقريبا اسلام جابر بعد وطرد فرجاني. فانت كل حاجه اتلخبطت معاك ارضيه مش مساعداك، لعيبه باختفيه زي اشرف بن شرقي وزي اوباما اللي ما بانش النهارده. ليه ما بانش النهارده؟ اوباما كان بيبان المباراه اللي فاتت، بان قدام المقصه، لان المقصه بيفتح الملعب بقى فيه مساحات في ظهر المقصه، قدرت تفوز على المقصه. لكن الفريق متكتل دفاعيا بتبقى محتاج لعيبه تقدر تفك لك التكتل، لعيبه تقدر تفك لك التكتل سواء بمهاره فرديه او شوطه بردات الجزاء او عرضيات. النهارده جبت الجون بتاعك من عرضيه، ليه ما تستغلش الحته دي؟ ليه تخرج شيكابالا بره القايمه؟ ليه؟ شيكابالا ممكن يديك حل النهارده، كان ممكن يديك حل جميل جدا انت تنزله يفك التكتل بتاع غازي المحله بالمهاره. النهارده الزمالك كان من أسوأ مبارياته، انا من وجهه نظري الزمالك النهارده ضد المحله قدم مباراه من أسوأ مبارياته. باتشيكو ما قراش المباراه صح، ما قدرش يقرا المباراه صح، ما قدرش يقرا غازي المحله صح. حتى لما دخل المباراه وشاف غازي المحله بالشكل اللي لعب بيه ما قدرش يصلح من اخطائه، ما قدرش يصلح اللي شفناه، ما قدرش ينزل حد يساعده من على الدكه. النتيجه اللي انت خرجت خسران المباراه. عايزين نتكلم في حته صغيره قوي 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 قوي. اسلام جابر، لماذا اسلام جابر لحد دلوقتي لسه في الزمالك؟ لاعب ضيع عليك نهائي افريقيا بكوره بتعدي من تحت رجله وكانت هتجيبها حسين الشحات جول وطلع الكورنر ودخلت في الجول في اول خمس دقايق. لاعب ضيعك قدام طلائع الجيش وادالهم ضربه جزاء من الهواء. لاعب ضيع لك ماتش قدام المحله في الدوري. لماذا اسلام جابر لسه في الزمالك؟ انا مش فاهم بصراحه. ليه اسلام جابر لسه في الزمالك؟ الله اعلم. طب في الزمالك بيلعب في الزمالك، ليه بتدخله مباريات؟ ليه بتلعب مباريات؟ ليه بتشركه؟ الله اعلم برضه. ادى ان احنا نخسر مباراه المحله في اخر دقائق المباراه. لعيبه النهارده ما عليهاش لوم كبير، اللعيبه بلا حيله لان المدرب اللي عندك على الدكه مش قادر يفيدك، مش قادر يدي الدعم للعيبه اللي في الملعب. باتشيكو النهارده قدم مباراه من أسوأ مبارياته من وجهه نظري. الزمالك قدم مباراه من وجهه نظري من أسوأ مبارياته، مش على مستوى اللعيبه، على مستوى اداره المباراه ومستوى الفكر المدير الفني وكل الكلام ده. اتمنى 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 اسلام جابر ما اشوفوش في الملعب تاني، ضيع عليك بطولتين وهو بكره ضيع عليك الثالثه. فاتمنى اسلام جابر ما اشوفوش تاني في الملعب. الجون اللي دخل فينا بغباء من اسلام جابر، الونش جايب وشه بياخد الكوره وطالع بيها بره منطقه الجزاء وطالع بيها بره منطقه الزمالك تماما، لقى في وشه اسلام جابر، اسلام جابر اللي بيقطعها منه. يعني اسلام جابر كان بيلعب مع محله النهارده، قطعها منه وخلى محله يروح يجيب جول. قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله لسه عنده خبرات كتير جايه. اتمنى ما نسقطش نقط تاني، اتمنى باتشيكو في المباريات الفريق اللي متكتل دفاعيا قدامك تلاقي حلول تجاري المباراه بيها. قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله. والماتشات الجايه ان شاء الله نعوض والصداره ما تروحش مننا. و فلو الاخر ده رايي انا في مباراه المحله، راي شخص واحد، قول رايك انت في الكومنتس. ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناه وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد وعشان نوصل 5000 مشترك قبل نهايه 2021. تابع على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر وانستجرام والدسكربشن تحت. بعمل شير على فيسبوك وتويتر على تويتر. كمان مصطفى، اشوفك الحلقه الجايه. سلام.